يا لهوي في ايه سعاده البيع؟ انا مش بتاعت الحاجات دي سعاده البيع. انا مش بتاعت الحاجات دي سعاده البيع. يا لهوي يا لهوي سعاده البيع يا لهوي يا لهوي. يا ودان بنتي يا ودان يا ودان الحقيني. خير يا سناء؟ فيه الحقيني يا اختي الحقيني. بيتي اتخرب بيتي اتخرب. طب وطي صوتك المنيله هيطردوني من العماره. تعالي تعالي قولي لي في ايه. الاستاذ ممدوح يا ودان الاستاذ ممدوح ماله؟ موته يا ودان موته موته موتي. يا لهوي نامي يا بنت نامي. ايه اللي حصل؟ ابدا يا اختي انا رحت عشان انضف لسه بقلع هدومي لقيته بيمد ايده عليا قمت زقاه قام واقع على دماغه يا اختي ما حطش منطق. وجرى له ايه؟ ما اعرفش. ما عشان كده جيت عشان نتصل بيه وتطمنيني بس انا سايباه ما بينطقش. خرابي خرابي. طب تعالي بقى نتصل من الكشك اللي بره. تعالي يا اختي. بالتليفون يا اخويا. يا رب اهو بيرن. الو. ايوه يا بيه الست موجوده؟ لا مش موجوده خرجت. طيب ممكن اكلم البنت سناء؟ لا سناء سناء مش هنا. انا مشيتها لانها بنت مش نظيفه بصراحه بقى. ويا ريت يا وداد لو تشوفي لنا واحده غيرها. لا يا بيه لا يا بيه الحمد لله. عموما خدت الشر وراحت خلاص. ده انا اشوف لك ست ستها ولا يهمك. مع السلامه يا بيه. انت طمنيني. الحمد لله كويس الحمد لله. بقول لك ايه لو عايزه اليومين اللي انت اشتغلتيهم هجيبهم. انا مش عايزه حاجه خالص الله الغني. انا الحمد لله خلاص ربنا سترها معايا. فوتك بعافيه بقى. عطيه مش ناسي حاجه يا راجل. زي ايه يا حبيبتي؟ فكر شوية. الله انا مش بوزتك ولا البوزة ما عجبكيش؟ ما عجبكيش نحيت اي حاجة منك بتبقى حلو بس فكر. الله فكريني يا وليا ان كنت ناسي حاجة. ايه وليا دي يا اخويا؟ شايفني واقفة لك لابسة لك عباية سودة ولا واقفة لك في طابور العيش؟ وهي اللي واقفه في طابور العيش مش بني قلبه برضه. بس انت بقى احلى من 30 واحده من اللي بيقفوا قدام طابور العيش. بتبقى واحد تاني وانت مش واخد الحبايه يا عطيه. هو ده اللي انت ناسيه. لا انا مش ناسيه. انا نفسي ابطله. انا ساعديني يا حبيبتي. هو انت مش قلت لي ان ما فيهوش ادمان ولا حاجه؟ يا خراب ده ابو الادمان. يا اخويا يعني هيجي اوحش من الحشيش ولا الافين اللي الناس عماله تشربه؟ بتنسيني ان انا متجوزه واحد قد ابويا وانت واخد. اخ دخلت في السلك الشائك. خلاص يا ستي هناخده. هات الشريط كله وانا بلبعهولك. خد يا حبيبي. مفيش منه للنسواني عطيه. اوب 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 ده انت بقى عايزه تقومي حرب اهليه ليليه. اه عشان تهف نص المعاش. طول عمرك شايفني بنت شمال وحراميه. يا ريتني بشوف عشان كنت اعرف اربيكي. طب اقفل على الحوار ده يابا. ها القهوه قربت اهي قدامك. ايه ليه؟ عايز اشرب شويه شاي. ما تشرب في البيت. عايز اتهوى واشرب كوبايه شاي. تعال فين؟
ادي يا فردينا. ايوه اعمل شويه شاي لابويا. حاضر لما اخلص بروح على البيت. عيني انا غلطت يا تعويره. مين اللي بيقول تعويره؟ هو فين ابن الكلب ده؟ خلاص يابا خلاص يا عم خميس اعصابك. هو انا غلطت ولا ايه؟ سيبك منه دعاية العبيط. كده بقى يا بنت خلاص بقى بيدا بقى اتكل على الله ولمها. ده راجل كفيف. ماشي يا عم عشان راجل خفيف بس انا ما غلطتش. الشريفه يعني شريفه خد من عينك وعلي يا بنت. فين انت هخلط عشان ابوك؟ بنتي برا من عينك كلهم. اوعى انا اعرف احمي بنتي واللي هسمعها اقولها بعد كده تعويره هيكون اخر يوم في عمرك. خلاص يابا عغار يلا نروح بقى. هيحرمونا نروح على القهوه كمان. جايبالي الكلام يا بنت الكلب يا واطيه. ما خلاص بقى يا والله. ايه يا خميس في الرايحه والجايه العيال عماله تقول لها يا تعويره يا تعويره. الحمد لله نعميت عشان ما اشوفش اللي بيحصل ده. يا بنت الكلب دي هي اللي غرزه راسنا في الطين ومخلينا لا عارفين نرد ولا نصد مع الناس. ما خلاص بقى يما هي البين الله. شايفه عمايلك يا واطيه؟ خلاص بقى يا خميس صلي على النبي بقى. يابا انا اشرف بنتي في الحاره وانت عارف. ابوس ايدك استني عليا لما اموت وبعدين اتنيلي. اعملي اللي انت عايزه تعمليه بس سيبيني اعيش اليومين اللي فاضل لي في الدنيا. ماشي ولا رافع راسي يعني اولع في نفسي يابا عشان تستريح. وطوا صوتكم بقى كفايانا فضايح. وانت ما تبقاش تخرج معاها تاني ادام ده بيجيب لك النكد. يلا نجري قطعي بقيه البطاطس كتكنيره. اتفضل. احنا جينا في وقت غير مناسب ولا ايه يا حاج؟ لا يا ابني البيت بيتك. يا ليلى ليلى حطي هذه البطاريه عندك. حاضر يا اسطى. تعبت نفسك يا اسطى قطيعه تقطع البطاريات وسننها. انت بتقولي يا حاجه؟ دي اختي. ان ما كنتش اتعب عشانها اتعب عشان مين؟ ازيك يا اسطى سعيد؟ ازيك يا ابله ليلى؟ عرفتك البطاريه؟ لا شغلتنا يا ابله. اديني بس المفاتيح عشان الواد ينزل يركب البطاريه. الله يخليك يا استاذ سعيد تعبناك والله. تعبك راح يا ابله. ولا ركب البطاريه اللي قبله يلا بسرعه. اتفضل. اجيب لك حاجه تشربها ولا اجيب لك لقمه تاكلها؟ ربنا يخليك يا حاجه. والله بتفكريني بالمرحوم امي. ربنا يديكي طول العمر. من بعدها عمري ما اكلت لقمه حلوه. بقول لك ايه عندنا شويه كفته رز يستاهلوا بقك. ربنا يجعله عامر يا حاجه. ان كان لابد يعني شويه شاي سكر خفيف. خليك انت يا ليلى انا هعمل الشاي. ال العربيه تعبانه قوي يا ابله ليلى. ان وانت بس انك تغيريها وانا اجيب لك عربيه صاحيه وهتدفعي واحده واحده. لما افكر هبقول. انت بنت حلال يا ابله ليلى وتستاهلي كل خير. الله يخليك. انما انت ليه ما اتجوزتيش لغايه دلوقتي يا ابله ليلى؟ نصيب يا استاذ سعيد. كل شيء نصيب. لا ده انت زي الفل وما فيكيش عيب لازم تتجوزي.